يلعبها لعبد الرحمن اللي على طول لحيه عمر الحمدي تنقطع لكنه بياخذها يوسف السميان وبيموه بيتابعها يوسف قطع الخط ويمشي بيها ويتحرك بيها بمنتهى الرشاقه يوسف يحاول يعبر يحاول يعدي يا سلام عبد الرحمن بيلمها يوسف السميان وبيحاول لسه الكره معاه لسه الكره معاه هيعدي منه بيعدي والثنيان والثنيان وحسن حمراء لهذال في لعبة عدى يوسف الثنيان من واحد من استلم كورة ومجيل له عدروس يحاول يمر مع عدروس فعلا مر عدروس ومرمي سعد بريق بعد مصابح يلعكس كورة عالية ويبعدوها الله يا سلام يا يوسف المشاري هو الجول هو الجول يا سلام يا علاء يا بيتراجع بيعدي يوسف ولكنه بينزلق برافو يوسف بيعدي من واحد من اثنين يوسف الثنيان يوسف الثنيان مهارات عالية جدا شوف 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 اللاعب شوف يوسف الثنيان يوسف الثنيان محاولة مر حلوة يوسف الثنيان بيحاول يجتاز سلمان القريني هيلعب بدل مين نشوف طيب يا نعمة ياخذ الثنيان يا وصل يوسف الثنيان يحاول يستلم كره منه مع رياض الاحمري ماشي يوسف الثنيان بيروح من اكثر من لاعب مصدر ازعاج ايضا هو الاخر في خط المقدمه للهلال يوسف الثنيان تعدي ملعوبه لكن مقطوعه بالراس يوسف صالح عبد الله صالح يخليها لثنيان وثنيان بيحاول يعدي ثنيان مع احمد جميل يوسف واحمد يحاول يعدي يعدي يوسف يعدي ايضا وفحص جميل جدا من سيفي طالع على اليمين ولاعب وبالكعب من يوسف الثنيان بالكعب يوسف الثنيان حاول يفوت يوسف ماشي يوسف ويعدي ويعدي يوسف. بدايه سريعه جدا يوسف الثنيان بيراوغ جيده جدا الثنيان وبدر الحكمان يعدي يوسف بمهاره يلعبها ميان بيعدي ميان ومعاه باليسار ميان يعديها داخل منطقة الجزاء الى ضربة ركنية يعني يوسف الثنيان رجعها ورا يوسف